واحنا دخلنا خويا الزين لفرنسا وجبنا معانا التروفي. مبروك علينا الدراري، مبروك علينا الجائزه ديال احسن صانع محتوى في المغرب لسنه 2023. شي حاجه اللي هي زوينه الدراري، مبروك علينا، مبروك عليكم، مبروك عليا الدراري. هذه الثمار ديال الخدمه ديال العام وحنا كنتقاتلوا عليها، فشي حاجه زوينه الدراري اننا جبنا افضل صانع محتوى. كنبغي نوجه الشكر للجيمنج اووردز اللي نظموا لنا التظاهره هذه واللي كيكبروا صراحه بالجيمرز المغاربه وكيطلعوا الجيمنج المغربي، فشي حاجه اللي هي زوينه اننا نشوفوا اليوم تظاهرات بحال هادو كبار كيتقاموا في المغرب برعايه من الوزاره، برعايه من بزاف ديال لي ميديا اللي هما معروفين، فشي حاجه زوينه بزاف. فانا صراحه انا الدراري سعيد، ريلي سعيد الدراري بهادشي اللي انا راه باقي ما متيقش، والله باقي ما متيقش صاحبي. والبارح كنا ديناها، فحاليا انا باقي كنشوفك ونقول واش بصح هادشي. فالحمد لله، الحمد لله الدراري، شكرا لكم بزاف. اي واحد مشافوطا عليا، اي واحد ثق فيا من البدايه، اي واحد كيخلي شي لايك شي كومونتير كيشجعك، فهمتي، كتحس بيه راه معاك، راه كيموت معاك. فشكرا لك خويا الزين، شكرا لك من اعماق القلب. فدابا خويا الزين نمشيو نحطوه في بلاصتو، نبداو نشوفوه ديما. دابا انا فهمتي دابا غادي يكون شي حاجه اللي اكسبسيونيل خويا الزين، غنحطوه هنا الدراري. ليتس جو. ويلي 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 كي جا الدراري، شوف جا بلاصه انتما الدراري، افضل صانع محتوى هنا طروفي ديال يوتيوب. او ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. شكرا لكم، شكرا ريلي، شكرا الدراري. اول حاجه قبل ما نبداو الحلقه ديال اليوم، انا كنتمنى لكم رمضان مبارك صحيح. فمرحبا بكم في الحلقه 37 من مهنه لاعب الاخوان. راه غادينا راه غادينا الاخوان. فكيف ما سبقت وذكرت في الفيديو اللي كانت سبقات واللي كانت حققت ارقام قياسي العاشرين الاخوان في التوندونس المغربي، فشي حاجه اللي هي ما يمكنش. والله شوف دراري، باش نكونوا صريحين وندوب معكم بصراحه، الدراري هادشي اكسبسيونيل، هادشي في شكل الدراري ما عرفتش واش لا هو خويا الزين. الا كان هادشي من عند الله سبحانه وتعالى وهاد الحب اللي حببكم الله فيا، الحمد لله الحمد لله الدراري، الله يخلينا في سباقتنا ونبقاو كيف ما حنايا ونبقاو خدامين خويا الزين. فشكرا لكم اونكور اون فوا، شكرا لكم الدراري. 28000 لايك فاخويا الزين، علاش حنا ما نرفعوش دابا الليفل الدراري؟ شوفوا دابا خصنا نرفعوا الليفل الدراري. 30000 لايك الدراري، اش بان لكم في هذا الفيديو هذه؟ يلا دابا كلشي ينزل الدراري 30000 لايك باش نبداو هاد رمضان هذا كل نهار حلقه حتى يسالي، يعني رمضان غتعيشوا مع دا ناس خويا الزين. اذا على بركه الله الاخوان غادي نشرحوا الحلقه ديال اليوم. الحلقه ديال اليوم غتكون عندنا على الشكل التالي، عندنا ليغ 1 و سوبر كاب. فكيف ما شفتوا في الحلقه السابقه كنا فزنا بالتشامبيونز ليغ، فهداك الشيء علاش غادي نلاقيو اليوم فريق نابولي في السوبر كاب واللي غادي تجري في تيران محايد. داك الشيء علاش فكيخصنا اننا نمشيو نجيبوا واحد الكاس اللي غادي تزاد الخزينه ديال الفريق. وجوج الماتشات اللي غيبقاو لينا غادي يكونوا في رسم البطوله ليغ 1 واللي هما غادي يكونوا ضد كل من فريق لوريون ومارسي. مارسي الاخوان الكلاسيكو كيف ما كنقولوا حنايا، الرجاء وليفار ولا الوداد وليفار، فبحال هاد الماتشات كيكونوا حساسين وسونسيبل بزاف وفيهم بزاف ما يتقال. فهادشي غادي نشوفوا في الحلقه ديال اليوم من اول ايام شهر رمضان المبارك. فليتس جو الدراري مع الحلقه 37. اوكي اذا كيف ما كتشوفوا الكلاسمون كلشي صغير ونقطه اخويا، الشنج نايض هنايا الزيرو وتمشيرين. فا شي حاجه صغيره، انا غنبداو الموسم اولا اشهر رمضان. فليتس جو الدراري، اول ماتش غادي يكون عندنا ضد لوريون، وانا كيف ما كتشوفوا كبديل نورمال يلا جاي البي اس جي. اوكي دابا خصنا نديروا واحد الدوره اللي هي خفيفه الدراري، فهمت، عندنا 9 ديال المليون خصنا نمشيو نديروا لي بروجي باش نكبروا المشاريع ديالنا. فغنمشيو للانشطه، اول حاجه غنديرو اطلب زياده في الراتب بيان سور، افضل صانع محتوى وكنلعب في البي اس جي ما خصهم يزيدوا لي في الصالير. اوكي تم اكمال النشاط وعطوني 185 مليون. اي 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 هادشي ما فيهش الضحك الدراري. عطينا اقرا كتابا حول اسطوره في النادي. اوكي غنقراو كتاب، كنظن غنقراو على رونالدينيو اللي كان داس في البي اس جي. اسطوره من الاساطير بحال دابا داناس، اسطوره من الاساطير اللي صافي نسكت والله حتى غتبقاو تسمعوا حتى نسالي رمضان والرب. كيقولوا لي زور زميلا مصابا، نزورو خويا، نزورو نديو لي البنان دانون العيبات، فهمتي داك الشيء اوبليغاتوا حنا فهمتي ولاد الناس الدراري. انشر السيره الذاتيه بيان سور، افضل صانع محتوى انا نهضر لكم على راسي زعما.
تم اكمال النشاط وكيعطيونا 40 نقطه من نقاط متفرد 50 مليون خويزين ونقاط مبدئ ليتس جو. ونقرا كتاب حول اللاعب المفضل ليا. افضل لاعب عندي الدراري بكل تواضع هو كريستيانو رونالدو وكيعطينا 10 ديال النقاط ديال المبدع. ليتس جو وغنمشيو للاستثمارات. وكيف ما كتشوفوا عقار سكني كنا حطينا فيه مليار ورجع لنا غير ب 600 مليون، خسرنا فيه 400 مليون. فاعطاني هذيك 600 مليون ماشي مشكل، عقارات دنا السكن الاقتصادي ما تمشاش فما عندنا ما غنديروا، خسرنا فيه 400 مليون صعيبه شويه خويا الزين، ولكن هاني فهمتي عندنا بروجيات جداد عاوتاني جايين فهمني. بالنسبه للاستثمار ديال شركه تقنيه ناشئه يعني شي انتربريز جديده كنا حطينا فيه 750 مليون ورجع لنا ب 937 مليون، يعني ربحنا فيه شحال ربحنا 200 تقريبا 180 مليون. فليزغو غادي نجيبو هاد 750 مليون محتاجين واقفين عليها 970 930 930 مليون. واخر بروجي حطينا فيه الفلوس حطينا فيه 650 مليون ورجع لنا ب 682 مليون. الصراحه ما رجعش عندنا بشي فائض ديال الاموال ولكن المهم ربح واو طلعنا 11 مليون الدراري. ليزغو هاد الاستثمارات اللي درنا ناضينا الدراري. فدابا مهما عدي الفلوس غير الشيطه خويا الزين فغنمشي غندير استثمارات في شي حاجه اللي هي كبيره عاوتاني فهمني. دابا العاقه موجوده كيقول لك فلوس كتجيب فلوس، اذا غنمشيو غنديروا عقار تجاري واللي غنحطوا فيه 2.5 مليون وممكن انه يرجع لينا بالعائد ديال 3.5 مليون. فليتس جو غنحطوها فيه. واخر بروجي وهو استثمر في الطاقه القابله للتجدد. يعني شنو ما عرفتش، غتبقى لنا 3 المليار خويا الزين. وبما انني سي ام فغادي نتبرع بالمال للمناطق المتدهوره واللي داير الثمن ديالها مليار درهم، مليار كامله غنتبرعوا بها ماشي مشكل. وغتعطينا 400 من نقاط القلب النابض اللي هي مزيانه الدراري اللي بغينا نكونوا كابيتان سورتو حنا دابا سي ام اخويا الزين في البي جي. فمزيانه هادشي هذا غادي يعاوننا باش اننا ناخذوا كابيتان. فليتس جو وهكا نكونوا قادين كاع داكشي اللي كيتعلق بالانشطه. دابا غنمشيو للتدريب بما اننا بدلاء فغادي نديروا محاكاه للكل بالنسبه للتدريب. وكيف ما كتشوفوا راه حنا طلعنا شويه وبدينا كسبوا الثقه ديال كريستوف غالتشي. وعلى بركه الله غادي نمشيو مع الماتش ديال باريس سان جيرمان ولوريون من رسم ليغ 1 اوبر ايتس الدراري. وغندخلوا هذه المره هذه في الدقيقه 83 في بلاص غوريتسكا. 83 الصراحه شويه معطله شويه معطله ولكن هاني ورابحين 3-0 هاد بيج. اوكي اذا على بركه الله من فين لاعبين ما عرفتش واش لاعبين في بارك دي برانس. بارك دي برانس خويا الزين وكتصب عندنا الشتا سي نورمال. وشنو طالب منا المدرب؟ تقي مباراة لا يقل على 6.5 المراوغات الناجحة. اوكي اكمال 3 تمريرات في ملعب الخصم. اوكي خصنا نديرو 3 تمريرات في وسط الميدان ديالهم. فمشو شوفوا هادشي كامل. يلا يلا الدراري يلا الدراري يلا الدراري. او عندنا حمراء ما شفتهاش. اوكي عندنا حمراء نايس. يلا امبابي سير امبابي باس طويل ضربني ودف حمراء عطيه حمراء هكاك زيد رجعها هنا. اوكي رجع رجع سير معايا معايا جايه معايا جايه معايا جايه. اوه يا ربي اوه يا ربي دوز هاي اكستيريور. الله 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 على باس حطيت ليه. ويلي 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 كواريزمي يا خويا الزين. هاي ثاني باس الدراري ها هاي مقطوعه. جيب هنايا نيمار جيب 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 ليتس جو ماركينا. اوه هدف رائع صدقات لينا والله الا صدقات لينا الدراري ما كناش معولي كاع غنماركي. جي جي الدراري حنا ماركينا ودرنا ثلاثة ديال الباسات في الخصم. يلا ليتس جو يلا 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 اخر محاولة اخر محاولة. كرة كتمشي عند اوشيش اوشيش كنقطعوه كنقطعوه كرة كنديرو هذيك ها كنديرو هذيك ها. سير اخويا سير بعد مني اخويا سير اجي لارميط سير صافي سيبني سيبني عشيري. سالينا الماتش الاول ديالنا ضد لوريون ب 4-0 ماركا سانشيز امبابي. الدراري كياخذوا السيلفيات فهمتي شي حاجه زوينه الدراري. احنا بدينا كنتجانسوا مع الفريق. يلا عنقني 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 اخويا عنقني افضل صانع محتوى. وكنفوزوا برجل المباراه الاخوان. درنا المهام بثلاثه كيف ما قلت لكم. التقييم ديال المباراه المراوغات الناجحه والتمريرات الهجوميه درنا 4 من اصل 3. شوف باش تدخل شونجمون دي افضل لاعب في الماتش راه ماشي ساهله. باش تكون يوتيوبر دي افضل صانع محتوى ماشي ساهله. والترتيب يصبح على الشكل التالي: بي جي ومارسي وستاد غيني سانت اتيان واخيرا نيس بثلاثه ديال النقاط. هادو كاملين نربحوا في الماتشات ديالهم. فاحنا الاولين ماركينا 4 ديال البيوت. والصحافه تقول داناس سجل هدفه الاول هذا الموسم. سجل داناس للمره الاولى هذا الموسم ليدفع باريس سان جيرمان الى تحقيق الفوز بالنتيجه ديال 4-0 ضد اف سي لوريو. بروميرمون رمضان مبارك ا تولي ميزولمون كو سوا ايسي ان فرانس او او ماروك. دو ما بار جو فو سويت ان بون رمضان ان شاء الله ربي يتقبل الصيام ديالكم. صراحه شوي تري كونتون تري كونتون دافوار ماركي مون بروميير بوت افيك لو بي جي. كوم فوز افي رماركي جو كومونس ا بارلي français parce que je suis en France.
ميرسي بوكو. انا سعيد صراحه سعيد حيت ماركيت البيت الاول ديالي، وكنبغي نقول لكم باللي باغي اي ماجيك. شكرا. ودابا عندنا ماتش مهم ومهم بزاف في السوبر كاب، واللي غادي نلعبو في ستاد اولمبيك، يعني تيران محايد ضد نابولي. فهاد الكاس هادي كتكون ما بين اللي رابح تشامبيونز ليغ واللي رابح اليوروبا ليغ. ف نابولي ربحوا داك العام اليوروبا ليغ. اوكي، اذا حنا رابحين بواحد لزيرو، وشكون ماركا لينا؟ سانشيز. اوكي سانشيز الدراري ناضي، فغنمشيو نكونفيرميو هادشي. هاد اسماعيل الغربي، شكون هاد اسماعيل الغربي؟ والله ما كنعرفو بالرب. كتعرفوا نتوما الدراري اللي كيعرفوا يقولوا لي في لي كومونتير، ما عرفتش شكون هذا اسماعيل الغربي كيلعب في بي جي. اوكي اذا كندخلوا في الدقيقه 55 شي حاجه زوينه، غندخلوا مع البديه ديال الميطه الثانيه، وكيطلب منا المدرب هذه المره نتقين سبعه والعرضيه الناجحه 40%، ونسدد مره واحده على بوطو نسدد، ماشي مشكل. يلا الاخوان شي طلعه ناضيه، سير اخويا، ما عرفتش شكون هو هذا اللوين هذا. سير انت سياسي، سير انت يا الجهه الاخرى، فهمتي؟ ناضي، زيد زيد، نايس. ليكستيريور ليكستيريور ليكستيري خويا الزين. اوكي مزيان 61، سمح لنا المدرب اللي علينا راه حنا تنديروه. او نيمار، نيمار الغدار غادي يدخل لينا عاوتاني. شوف صافي دابا نيمار دخل عشيري عطاتو 8، فهمتي؟ عرفت لي على البلاصه ديالو، النمره 10 فاهم، خوت المغرب راه يقدر عليهم ربي. نابولي اللاعب الالماني الان زيلينسكي، يا سلام لو بودكا، يا سلام انكويتا يتقدم انكويتا، يا سلام نابولي، يا سلام نابولي، يا سلام نابولي، يا سلام. اذا نابولي كيجيب التعادل الدراري. اوكي سانشيز غادي يخرج وغادي يدخل، ما عرفتش شكون غادي يدخل، ماشي مشكل. يلا الدراري نمشيو نجيبو بيت ديال الربح ان شاء الله. نيمار يلا يلا يلا، زيد نيمار، زيد نيمار، سير نتايا. السلام عليكم، هذا جيبو بحال هكا. السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. فينيتو الدراري، فهمتي؟ نابولي تجيب التعادل، ولكن باريس سان جيرمان عندهم دناس خويا الزين، افضل صانع العاب، افضل صانع محتوى. اذا ليتس جو الدراري بالثاني، البي جي خصنا نجيبوا هاد الكوبا اخويا، راه كلشي عليا انا، فهمتي؟ ترى ملعبني وقال ايرام، اش ملعبني؟ اويلي اويلي اويلي، اش لعبني هذا؟ شنو البوست اللي لعبني؟ ما بقاش سي ام وقال دخل نيمار سي ام، يعني جوج جوج، والله ما عرفتش واش لعبني، ماشي مشكل. اوكي جناح جناح ايمن نيمار دوز هنا. اوكي يلا امبابي، ماركي ماركي ماركي، جي 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 جي، هادشي مش زوين البي جي، واخا ما نديرش انا شي حاجه بعض المرات نمشي موكي ماركي. جي جي امبابي نايس، هو بغا شي سيفلي اويلي، صافي الحمد لله السيفله. ليتس جو، اذا تنديو هاد الكاس هادي سوبر كوب اخويا الزين. شوف يا سلام دابا الدراري ولينا، فهمتي؟ اي كوب دابا كنديوها، ولكن كنا غنخسروها، كنا غنخسروا هاد الكوب هادي. اوه وريني السوبر كوب، دوز 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 يا شيخ. ياك ما عندي كابيتان؟ لا ما عنديش كابيتان، شكون كابيتان هنايا؟ شكون؟ او ماركينيوس، يلا ماركينيوس، جي جي ماركينيوس، يلا هز لينا هز لينا هز لينا عشيري ديك الكوب. الدراري ثاني كوب ديالنا في ثاني حلقه، شي حاجه اللي هي واعره مع البي جي. ليتس جو، اذا صوره تذكاريه مع هذه الكاس هذه، يا سلام سير على الله. او نيمار، نيمار حدايا الدراري كيشوفنا، دابا انا كنشوف نيمار شوفي كنا وفين ولينا من بيرلي للبي جي، يا سلام. اذا درنا جوج ديال الاهداف من اصل ثلاثه، العرضيات الناجحه اللي ما درناش معدل مزيان، جبنا واقيلا اقل من داك الشيء، ماشي مشكل ماشي مشكل. لو بلوز امبورطون وهو الكاس اللي جبناها للفريق، انا ماشي مشكل فهمتي، غادي بشويه بشويه حتى غندخل معاهم اساسي. اذا الصحافه تقول باريس سان جيرمان يحتفل بالفوز ببطوله اليويفا سوبر كاب، حقق الفريق الفائز ببطوله تشامبيونز ليغ في الموسم السابق الفوز على نابولي في نهائي ممتع انتهى بنتيجه 3-2 لصالح فريق مدينه باريس. ودابا كنوصلوا مع اخر ماتش في هذه الحلقه هذه، واللي هو ضد اولمبيك مارسي، واللي غنلعبوا معاهم في التيران ديالهم فيلودروم. كنعرفوا ان الفيلودروم الدراري الماتشات ديالو تيكونوا
حارقين ما بين باريس سان جيرمان ومارسي روينة تطنوط. فكنتمنوا ان هذا الماتش يدوز بخير وعلى الخير ما يكونش شغال وداك الشيء فهمتي. غير هو قبل ما نمشي بعد الماتش هذا فخصني ضروري انني ندير واحد التدريب لعل وعسى نطلع كاساسي في هذا الماتش هذا. فغادي ندير محاكاه للكل وباقي بديل ولكن على شويه كنظن الدراري في الحلقه الجايه ان شاء الله غادي نكونوا كاساسيين. دابا غنمشيو مع الماتش وشحال دايرين. رابحين بواحد زيرو رابحينهم في تيرانهم ومارك لنا امبابي في دقيقه 35 وانا غندخل في دقيقه 63 في بلاصه غوريتسكا. اوكي كيف 0-0 شنو هو الشونجمون؟ المهم التقليدشات اليوم اللوحه ديال اللعيبات فهمتي. وشنو طالب منا المدرب؟ تقييم 6.5 تحقيق معدل النجاح. كيقول لي خاصك ضروري تماركي ولا تحط تمريره حاسمه. فهادشي اللي غادي ندير ماركي وحسن. كتمشي عند كانتي. كيلعب معنا كانتي من امتى؟ زيد هنايا زيد نايس خرج بكره فهمتي بشويه علينا بناء الهجمه فهمتي. نايس جيجي والله الا واعره جيجي قال لنا تماركينا حنا فهمتي كنسمعوا المدرب حنا لاعبين منضبطين فهمتي وافضل صانع محتوى زعما ما يمكنش من ماركي فهمتي. اي وي رمضان هذا واخونا بالثاني على اولمبيك مارسي كيخرج في هذه اللحظات. ميسي زيد لعبه معايا اندر هاك اخويا ويلي سيمس ترى شو وسط ميدان رائع ميسي صافي ماركا ما ماركاش. دابا انا باقي ما لاقيش ليا بلاصه ما ركحتني سي اي ما ركحتني ال دبليو فهمتي باقي ما لاقيش ليا البلاصه ديالي ديال بصح. نو دي كوني سير امبابي هاي اخويا امبابي كاعين هزه سير انت طلع عاود رجع هنا لاندوات زيد هنا سير وي واش هادي ديال بارسا ولا بي اس جي هادي واش هادي البارسا ولا بي اس جي كانطي اصح لا 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 اجي نقولك يجي البيت مني خرج عليهم في البيت عادي ماركيت بيت وعطيتهم بيت زعما عادي ما فات شي حاجه ما يعرفش لا 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 الحمد لله دونا روما بيت التعادل ما كيكونش والحمد لله قدرنا اننا نفوزوا في هذا الماتش حتى هو ثلاثه الماتشات ثلاثه د الرباحات وماركين بيت وحاطين باس وخارجين عليهم في بيت. فا شنو نقول لكم الدراري ما عندنا ما نقول لكم وتنديروا المهام بثلاثه خويا الزين وكنطلعوا اساسيين ليتس جو الدراري اساسيين مع البي اس جي ابتداء من الحلقه الجايه. شمي كتكون كتلعب مزيان وكدير ما في جهدك وكتخدم سيري فا هذه هي النتيجه فهمتي ما يمكنش يعطوك داك الشيء فابو بحال دابا الكيمين دوز ما يمكنش يعطوك فابو كون ما كنتيش كتقاتل. والترتيب يصبح على الشكل التالي 6 نقاط البي جي 6 نقاط النيس حنا الاولين الدراري في تي النيس بفارق الاهداف والشي الاخر عنده غير 4 نقاط 3 جوج المهم حنا الاولين فشي حاجه اللي هي زوين. وبهذا غادي نوصلوا النهايه ديال الحلقه 37 تسناونا غدا الدراري في نفس الوقت يعني مورا الفطور في الحلقه 38 غنشوفوا فين غادي نمشيو بهاد الفرقه هادي واش غادي نقدروا اننا نحصدوا الاخضر واليابس. الى عجبتك الحلقه اخويا الزين ما تنساش بيان سور زر اللايك الى مازال ما ابونيتي كي البلان بانت لك حمراء رجع كريك راه ما فيها والو ما بقى لنا والو 200 كي باي ذا واي. يلا الدراري موتيفيونا وخليونا نطلعوا بهاد الكونتنت هذا لقدام الدراري واش اللي كاين تنقول لكم وهذا دي ناس وشكون يشدوا اكيد يشدوا خويا الزين تهلاو.